ولا تشريعي ديال 6 شهور ولو قانون ولو مشروع قانون واحد بل سحبت القوانين. لا اعطوني باش التشكيله البرلمانيه شكون فيها فيها ناس كيدخلوا البرلمان يديروا السيرفي واش انا صيفطتك. نشكركم وحضورنا اليوم المقر الحزب الليبرالي الحر هو حضور من اجل تعطير الندوه في اطار الندوات التي تنظم مؤسسه الزاويه للثقافه والتراث واللي كنشكرهم بالمناسبه على الدعوه. طبعا عنوان المداخله هو قراءه في المشهد السياسي المغربي الراهن. غادي نتطرقوا في هذا يعني في هذه المداخله هذه الى مجموعه من المعيقات التي يعني تشوب المشهد السياسي وغادي نتعرضوا ايضا لمجموعه من الاحداث اللي كتعرفها الساحه السياسيه المغربيه والوطنيه والمشاكل المطروحه الان في النقاش العمومي. وكنظن على انه اليوم هذه فرصه باش نفتحوا حوار مع الشباب ومع الشابات اللي هما كنعتبروا مستقبل المغرب الجيل القادم اللي غادي يرفع اللواء واللي يقدر يغير ما عجز هذا الجيل القادم عن تغييره في العديد من المجالات سواء السياسيه سواء الاقتصاديه سواء الاجتماعيه. شكرا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.